شوف يا حسن، أنا ما طوعت بالجيش لروح حارب بدرعة ودوما وجبلة وحمص وبانياس وإدلب والحسكة، ومهما قلت لي إنهم متأمرين وخاينين، وقد ما حكى التلفزيون عنهم إنهم إخوانجية ما حصدقكم وكذب حالي. إيه والله ما شفت بحياتي حدا أكتر شهام من أهل دوما. وإنت بالذات تعرف لما بنشر دولاب سيارة المعلم معي بساحة دوما من شهرين كيف ركضوا علي ورفعوها وبدلوا لي الدولاب وحالفوا إني ما مد إيدي وأقعد أشرب شاي. لو كانوا أعدائنا مثل ما عم بتقول كانوا على الأقل ما ساعدوني. بقى كيف بدك يعني صدق إنهم صاروا بغمضة عين خاينين؟ ولا أهالي حمص أنت؟ إيه أنت أكتر واحد بتعرفهم. قديش كنت تحكي لي عنه لما خدمت سنتين بالفرع هنيك قبل ما ينقلوك لهون للإدارة؟ بتتذكر لما كنت تقلي إنه الحماصنة بينشربوا مع المي العكرة؟ بقى كيف صاروا هيك بقدرة قادر متآمرين بين يوم وليلة؟ معقول يا حسان قول شي بيتصدق؟ في حدا بيعرف أهالي جبلة وبانياس أكتر مني ومنك ومن يامن؟ لك أحكي لك شي كلمة يا يامن، ولا لتكون موافق على كلامه؟ لك مو عايشين معهم طول عمرنا، شفنا منهم غير كل خير، بربك هذا حكي يا حسان؟ لك شبك يامن ما تقول شي كلمة لحسان، ولا لتكون أنت مصدق حكي حسان إنه الحوارنة إخوانجية وبدهم يقتلونا؟ أي ما نص الدولة من حوران، كيف هيك بلمح البصر وبقدرة قادر صاروا إخوانجية؟ أي والله أهون علي شك الإفرار ولا أطلق طلقة على واحد منهم، لك قل له يامن ما تقول له. والله جمال معه حق يا حسان، اسألني إلي عن الحوارنة، أنت بتعرف إني تنقلت بين مغفر الشيخ مسكين ومغفر الصنمين ومغفر الحراك، وخدمت بمغفر السرايا 3 سنين، وشو ما قلت عن الحوارنة قليل، والله كانوا يعاملوني مثل ابنهم، ويقاسموني لقمتهم وياخذوا غسيلي ليغسلوا لي إياه، والله لما كنت آخذ إجازي وأطلع على الضيعة كانوا يدقوا لي تليفون ويستعوقوني، بقى بقص إيدي من هون إذا هني إخوانجية مثل ما عم بيقولوا بالتلفزيون، بعدين من إمتى بتصدق التلفزيون يا حسان؟ ما طول عمره بكذب. هلأ بدنا نصدقه بهي؟ لك والله انتو الاثنين عم تقلبوا لي عقلي قلب. انا محتار بين انه صدقكم وبين اللي عم اسمعوا بالمظاهرات. لك ما سمعتوهم هن عم يصرخوا الشعب يريد اسقاط النظام؟ يعني بدكم ياني اسمع او اسكت؟ والله ما بقدر. قال اسقاط النظام قال. بدكم يعني اعتبرون اخوتنا؟ انا ما بنكم يا جمال كلامي عن حماصي، بس ما بقدر اشوفهم طالعين مظاهرات ليسقطوا نظام واقعد ضلني ساكت. ما بقى غير يهتفوا باسامينا واحد واحد ويطالبوا باسقاطنا. هاد اللي بدكم اياه؟ ولك وانت شو دخلك بالنظام يا حسان؟ ليش انت او انا او يامن هو النظام؟ ليش نحن مو مثل كل هالناس اللي عم تطلع بالمظاهرات اكلين هوا ومدعوس على رقابنا وغيرنا عم بلم ملايين؟ ليش عم يعطونا راتب أكثر من غيرنا أو بيدفعونا حق دقيقة الموبايل أقل من غيرنا وفاتورة الكهرباء والمي مو مندفعها مثلنا مثل كل هالناس؟ بيعطونا بيوت ببلاشي؟ اتطلع على سكنتنا والله مو عيشي هاي، وبالعكس يمكن نحن أكثر ناس متضررين لأنه شغليننا لنموت ونحن عم ندافع عنهم ليلموا هن المصاري ويركبوا السيارات ويعيشوا بالقصور ونخدمهم نحن. عم بحكي صح ولا مو صح؟ لك والله لو ما بعرفك من لما كنا صغار يا جمال كنت لأقول عنك معارضة، لأنه هيك بيحكوا المعارضة. بس بدك الحقيقة يا جمال، يعني معك حق بكل اللي قلته، بس يعني معقول شوفهم عم يهتفوا ضد النظام وضلني ساكت وما أضربهم وأشحطهم؟ ما بقدر ما بقدر. وليش ما بتقدر يا حسان؟ لك بركي إذا غيروا النظام تتغير حياتنا. يعني كتير عجبتك هالعيشة؟ ليكم بمصر وتونس كيف مكيفين بالحرية، ما عم بتشوف التلفزيون وهن مرتاحين من الأمن والشرطة، وكمان الشرطة والأمن مرتاحين منهم. يا أخي حاج بقى حاج. كمان أنت يا يامن معه شو مؤامرة؟ بس بدك الحقيقة معك حق. بمصر هداك اليوم شفت قديش الناس فرحانين ومبسوطين بالحرية، بس نحن غير، نحن بيجوز يجوا الإخوانجية. ومين قال لك حيجوا الإخوانجية يا حسان؟ ما بتتذكر قالوا هيك بمصر لما كان مبارك؟ وليكم هلا ما إجوا؟ لكبر عقلك. هدول اللي عم تنزل لتضربهم اخواتك مثل ما انا اخوك، واللي بدهم اياه هو نفس اللي بدك اياه. بقى شو قرري؟ لك والله محتار يا جمال، قلبتوا لي عقلي انت ويامن، والمشكله انه معكم حق، بس انا ما بقدر شكل فرار. انا رح انزل على المظاهره بكره الجمعه، بس بوعدكم ما اضرب حدا، واذا كتير اضطريت بعمل حالي عم فرق الناس تفريق. لك والله هني اهلنا، حسبي الله ونعم الوكيل.